التفاصيل من أثينا مع مراسل القاهرة الإخباري عبد الستار بركات. بعد تحية عبد الستار، البرلمان في اليونان وافق على مشروع قانون يجيز التصويت عبر البريد في الانتخابات الوطنية القادمة، فماذا عن هذه التفاصيل؟ وهل تمت يعني هذه المناقشات بشكل مستفيض؟ تحياتي إليك حساني. كما ذكرت، لأول مرة في تاريخ اليونان يتم تشريع هذا القانون وهو التصويت عبر البريد. أي اليونانيين المقيمين في الخارج سوف يستقبلون إيميل عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف الخاص بهم برقم سري، وسوف يصلهم مظروف الانتخابات الذين سوف يصوتون عليه ويرسلونه مرة أخرى إلى السلطات اليونانية، وهذا ينطبق للانتخابات الأورو برلمانية التي من المقرر أن تعقد في شهر يونيو المقبل، وأيضا الاستفتاءات الوطنية في البلاد. عموما مشروع القانون هذا نال الموافقة ب 158 صوتا مؤيدا و 135 صوتا رفضوا وهم من المعارضة، و 7 أصوات يعني لا امتنعوا عن التصويت، أي تم تمرير المشروع القانون بموافقة حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم. إذن اعتبارا من الانتخابات الأوروبية المقبلة سيدخل هذا التصويت البريدي لليونانيين حيز التنفيذ، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس سوف يوسع أو يقوم بعملية توسيع لهذا القانون بإدخال الانتخابات الوطنية التشريعية في قانون جديد سوف يتم تمريره أو عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة بمساعدة أحزاب المعارضة. أشكرك إذن من أثينا باليونان عبد الستار بركات، كنت معنا مباشرة.